السلام عليكم، أنا محمد غنايم. قرأت في مكان ما عنوان أقارب للإيجار حتى لا تقتلك الوحدة. غريب صحيح. نعم، يمكنك أن تستأجر أقارب. هذه الفكرة بدأت من اليابان، المكان الذي كل شيء به غريب. بدأت عندما استأجر أحدهم ابنا ليستمع إلى قصته القاسية، مع أن ابنه الحقيقي كان يعيش معه، لكنه رفض الاستماع إلى قصة حياة والده، فاستأجر الأب ابنا في زيارة استغرقت 3 ساعات ليستمع إلى قصته. لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل بين العملاء الآخرين أزواجا استأجروا أجدادا لأطفالهما، وشاب آخر استأجر زوجة. لا تعليق. هذه الشركة اليابانية تقدم خدماتها عبر الإنترنت. بحث عن إمكانية أن أستأجر أناس من حولي، وبالفعل وجدت الكثير من الأشخاص في مدينتي مستعدين لأن يتم استئجارهم، ولعب الدور الذي تطلبه منهم، صديق، أخ، أب، جد إلى آخره. هذا الأمر وهذا الموقع وهذا التوجه جعلني أسأل نفسي سؤالا ملحا، هل أصبحنا نشعر بكل هذا القدر من الوحدة؟ أنت مثلا على الأغلب الآن تمسك هاتفك المحمول وتجلس في مكان ما وتشاهدني، وعلى الأغلب تجلس وحيدا وفي داخلك شعور بالملل. صحيح، تجدك تحب الجلوس لوحدك أكثر من حبك الجلوس مع الناس، تفضل قضاء الوقت على هاتفك المحمول أو على حاسوبك. نعم، أنت تشعر بالوحدة بدرجة معينة، لذلك أيها الجميل أنت لست وحيدا. نحن معك، لازم تيجي تعطيك تعبر عن داخلك، بس مش معبر أنا. شوف استنى شوي. قد يقول أحدنا الآن أنت مخطئ يا محمد، أنا لست وحيدا، أحيانا أحب الجلوس مع وحدي ولا يعني ذلك أنني أشعر بالوحدة. دعني أخبرك أن الجميع بلا استثناء يرغب في أن يقضي بعض الوقت مع نفسه، وهذه تسمى عزلة وليست وحدة. مثلا حمزة هنا لا نراه إلا في المناسبات. نوم أحلى عزلة. العزلة أمر طبيعي وظاهرة صحية، أن تقضي بعض الوقت مع نفسك في التفكير والتفكر، هذه ميزة العظماء والمفكرين. بعرف بعرف. وأعظم العظماء محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يعتزل في غار حراء عليه الصلاة والسلام. ولكن دعني أخبرك بوضوح أنك لا تشعر بالعزلة، أنت تشعر بالوحدة، لأنك لو تشعر بالعزلة لن تكون ممسك هاتفك الآن وتشاهدنا، وبالأخص مقطع عن الوحدة. آسف على الصراحة المرة، سامحني. هيك ما حد فلين. لذلك أيها الطيب، إذا شاهدت واحد على مواقع التواصل الاجتماعي يتفاخر بالوحدة وأنها أفضل من انخراط المجتمع مثل حمزة هنا، فيجب أعتقد الفكرة وصلت. بعيدا عن المزح، لو أردنا تعريف شعور الوحدة، الوحدة ليست أن يكون لديك حبيب فتفقده فتشعر بالوحدة، الوحدة ألا يكون لديك حبيب أصلا. الوحدة لا تعني أن تعيش في محيز مكاني محدود، بل تعني أن تعيش مع أناس كثر ولكنك لا تعايشهم. أقرب لك الشعور. الوحدة كشعور الطالب الجديد في المدرسة أو الجامعة، يكون حوله الكثير من الطلاب والمعلمين ولكنه لا يتواصل مع أحد. هل تعلم أن كل واحد من 4 مراهقين يشعر بهذا الشعور، وأن 59% من الشباب يعانون منه أيضا؟ صدمتني تلك الإحصائية التي جاء فيها أن برلين عاصمة ألمانيا تعتبر عاصمة الوحدة والعزلة الاجتماعية في العالم. تخيل أن هذا الشعور له عاصمة لهذه الدرجة، الأمر لا يستطيع. 9 مليون مواطن بريطاني يعاني من الوحدة، نصف سكان الولايات المتحدة يشعر بهذا الشعور أيضا، الدراسة في الوصف. لذلك دعني أخبرك عن أسباب هذا الشعور. الغربة. ربما سافرت وتغربت عن بلدك، فحسب مؤسسة مايند للصحة العقلية، الغربة سببا للوحدة. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، ويكمل علي رضي الله عنه قائلا لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب لقلت أن السفر هو العذاب نفسه. فالغربة من أحد أهم أسباب الشعور بالوحدة، فلا أحد يهتم بك هناك سوى نفسك. الغربة ما أحد يقول لك هلا. طبعا ليس كل من سافر واقترب يشعر بالوحدة، هذا سبب من أسبابها فقط. حمزة مثلا هنا وحيد دون غربة. أنا وحيد عشان السبب الثاني. السبب الثاني لهذا الشعور هو تعرضك لخيبة أو صدمة كبيرة من الناس. عندما يتعرض الإنسان لصدمة أو خيبة كبيرة كأن يفقد حبيب أو حبيبة، هذه الصدمات تجعل الشخص يخاف من الدخول في علاقات جديدة، فلا يسعى للتعرف على أحد ويحاول الحفاظ على ما تبقى من سلامته النفسية، ليجد نفسه أصبح وحيدا تماما. ألا تلاحظ أن هناك الكثير من الناس كانوا في حياتهم أو في شبابهم اجتماعيين، ثم بعد فترة وجدتهم عاشوا حياة التقوقع، وإذا بحثت تجد بسبب الصدمات والخيبات التي مروا بها ومن خذلان الناس لهم. مجروح حتى من الهوى. السبب الثالث لما قد تشعر به الصمت. نلاحظ دائما أن الأشخاص الصامتين أكثر شعورا بالوحدة بطبعهم. صحيح، الصمت أساسا شيء جميل، ولكن إذا زاد أصبح كالجدار حول أنفسنا، فصعب علينا فهم الناس وفهم أنفسنا. إدمان المواد الإباحية. يقول الدكتور جاري بروكس، هذا عالم نفس أمضى أكثر من 30 عام في دراسة تأثير الأفلام الإباحية على الدماغ، يقول نصا أنه كلما زاد استخدام المرء للمواد الإباحية كلما زاد شعوره بالوحدة. اللهم إنا نسألك العفاف والتقى. لذلك لكي لا تشعر بالوحدة خذ هذه الحلول، تزوج. يقول أحدهما امرأتان لا تفرط بهما، أمك التي جلبتك للدنيا
وزوجتك التي ستخرجك منها. طبعا أمزح، لا نتفق مع هذا الكلام إطلاقا. الزواج مودة ورحمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنهن المؤنسات الغاليات. ونشرنا سابقا حلقة تحت عنوان لماذا يجب أن تتزوج بمن تحب، استمتع بمشاهدتها بعد مشاهدة هذا المقطع. خفف من الإنترنت. الأمر ليس مزحا، لأنك عندما تنظر في الإحصائيات تجد أن أكثر من 25% من الشباب يشتكون أنهم لا يمتلكون أصدقاء حقيقيين. تخيل، هناك أيضا دراسة أجريت أيها الحبيب في جامعة بنسلفانيا، تبين فيها أن من يستخدم الإنترنت أكثر أقرب أو أكثر شعورا للوحدة، للشعور بالوحدة. لذلك اترك هاتفك قليلا. دعني أخبرك أمر غريب، شعور الوحدة معدي. نعم، لذلك احرص على من تصاحب، ولأننا في هذه القناة أسرة واحدة، تأكد أننا معك وبجانبك، فلا تشعر بالوحدة وخذ هذه النصيحة. صاحب نفسك، كما قال ابن القيم رحمه الله، اعتني بنفسك لأنه لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدلا منك قريب. اعتني بنفسك واحميها ودللها، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق. لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت قدر نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق لأنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل لأنه بيد الله. فقط احمل هما واحدا كيف ترضي الله، لأنك إذا أرضيت الله رضى عنك وكفاك وأغناك. لا تيأس من حياة أبكت قلبك، وقل يا رب عوضني في الدنيا والآخرة. فالحزن يرحل بسجدة، والفرح يأتي بدعوة. لن ينسى الله خيرا قدمته، ولا هما فرجته، ولا عينا كادت أن تبكي فأسعدتها. عش حياتك على مبدأ كن محسنا حتى وإن لم تلق إحسانا، ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين. فصاحب نفسك. لعلك كثيرا تهتم بأراء الناس عنك، وتهتم لخيبات أملهم بك. لعلك لا تحب أن يحزن منك أحد، فتسارع دائما لإرضاء الجميع. لعلك لا تصاحب نفسك فصاحبها. تربية حيوان أليف. شو قصدك؟ تربية قط أو طائر تحميك من الوحدة. ستشعر أن حياتك تغيرت، وستشعر بنوع من العواطف تجاه هذا الحيوان. سمي الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الاسم لحبه للقطط، لدرجة أن هرة صغيرة كانت تلازمه أينما ذهب، وكان عطوفا عليها يطعمها ويسقيها. الدعاء والاستغفار يا صاحب القلب الطيب. الأمر بسيط، فقط قل استغفر الله استغفر الله، رددها فقط، فيها قرب من الله عز وجل، وفيها تفريج للهموم وانشراح للصدور، وهي سبب في دخول الجنة، فهي مكفرة للذنوب. نهاية أيها الحبيب، يقول الشافعي سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة. أتمنى لك يا من تشاهدني يا صاحب الخلق الجميل، أتمنى لك حياة تسعدك وترضيك، وأتمنى لك الجنة، اللهم ما قرب إليها من قول وعمل. وإذا شعرت بالوحدة في يوم ما، فتذكر أننا نحن هنا عائلتك في هذا المجلس الطيب. اكتب في التعليقات، وأنا متأكد أن كل من يشاهدنا الآن على قدر عالي من حب الخير ومساعدتك. وفي النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.